بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رسول إلى البدوي في الصحراء، ورسول إلى العالم وراء مختبراته في عصرنا، رسول إلى كل العقول. والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي للناس جميعا، ولذلك جعل الله بينة محمد صلى الله عليه وسلم مختلفة عن بينات الرسل قبله. بينات الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يراها المعاصرون ومن جاء بعدهم من أجيال متقاربة، ثم يبعث الله رسولا جديدا فيجدد الدين ويجدد المعجزة. لكن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم إلى يوم القيامة، جعل الله معجزته باقية. فلو طلبنا من يهودي أو نصراني أن يرينا معجزة موسى أو عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لقال كل من اليهودي والنصراني: لا أملك ذلك، لا أستطيع أن أحضر عصا موسى، ولا أستطيع أن أحضر عيسى ليريكم كيف يحيي الموتى، هذا أمر ليس لنا منه إلا الخبر التاريخي. لكن المسلم لو سئل عن أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم سيقول: إنها معجزة القرآن، هذا هو القرآن، إنها معجزة باقية بين أيدينا، يمكن للناس أن يتفحصوا ما فيها، كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وطبيعة المعجزة في هذا الكتاب هي العلم الذي فيه،
كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ويمكن لأهل عصرنا، للباحثين، للأساتذة في الجامعات، لقادة الفكر الإنساني، أن يفحصوا العلم الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن أهل عصرنا قد تفوقوا في الكشوف الكونية، ولقد تكلم القرآن عن الكون وعن النفس الإنسانية، فماذا كانت النتيجة؟ هذا هو البروفيسور كيث المور، أحد كبار العلماء في العالم في مجال التشريح وعلم الأجنة. طلب منه أن يكون مستشارا علميا لإبداء رأيه من الجانب العلمي حول بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بمجال تخصصه. هذا الأستاذ مؤلف لهذا الكتاب، وهذا الكتاب مترجم بثمان لغات، منها اللغة الروسية واليابانية والألمانية والصينية والإيطالية والبرتغالية. وعندما طلبنا منه أن يبدي رأيه في ما سمع من آيات في الكتاب الكريم والسنة النبوية، اندهش وأعلن دهشته هذه: كيف يمكن لمحمد قبل 1400 عام صلى الله عليه وسلم أن يصف الجنين وأطواره هذا الوصف الدقيق الذي لم يتمكن العلماء من معرفته إلا منذ 30 عاما، كما قال في بعض أحاديثه. وسرعان ما تحولت دهشته إلى إعجاب بهذا البيان وهذا الهدى، فتبنى هذه الآراء في المجامع العلمية، وقدم محاضرة بعنوان مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة. هذا هو الدكتور عبد الله نصيف، مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقا، يقدمه لإلقاء محاضرته. فمحاضرنا اليوم هو الأستاذ الدكتور كيث مور، أستاذ علم التشريح والأجنة في جامعة تورنتو بكندا، وهو تدرج في حتى وصل إلى هذه المرتبة في جامعات عديدة، منها جامعة وينابيغ في الغرب الكندي، حيث كان هناك لمدة 11 عاما، ثم أصبح رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة تورنتو منذ 6 سنوات، ورأس العديد من الجمعيات الدولية، منها على سبيل المثال جمعية علماء التشريح والأجنة في كندا وأمريكا، ومجلس اتحاد العلوم الحيوية أو علوم الأحياء التي يندرج تحتها التشريح والأجنة وعلم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية والعلوم الحيوية الأخرى، كما انتخب عضوا في الجمعية الطبية الملكية بكندا والأكاديمية الدولية لعلوم الخلايا والاتحاد الأمريكي لأطباء التشريح، وعضو في الاتحاد الأمريكتين في التشريح أيضا. وقد ألف العديد من الكتب، منها بعض هذه الكتب في مجال التشريح الكلينيكي وعلم الأجنة. له 8 كتب تعتبر مراجع لطلاب كليات الطب، وترجمت إلى 6 لغات، إلى الإيطالية والألمانية والبرتغالية والأسبانية واليونانية والصينية. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. ولقد أسعدني جدا أن أشارك في توضيح هذه الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم والحديث الشريف، ويتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. تأمل ما قاله هذا الأستاذ الكبير من مشاهير علماء العالم في الأجنة عندما درس الآيات
المتعلقة بمجال اختصاصه في هذا الكتاب. تأمل ماذا قال: إنه لا بد أن يكون محمد رسولا من عند الله. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. وعندما شاهد البروفيسور كيث إلمور العلقة التي توجد في البرك وقرن بينها وبين الجنين في مرحلة العلقة وجد تشابها كبيرا بين الاثنين، ثم قال بعد ذلك: إن الجنين في مرحلة العلقة يشبه هذه العلقة تماما تماما. وتبنى هذه القضية وجاء بعد ذلك بصورة لهذه العلقة التي تعيش في البرك ووضعها بجوار صورة أخرى للجنين وجمع بينهما في شكل توضيحي وعرضه على الأطباء في عدد من المؤتمرات كما نرى في هذه الصورة. وبين البروفيسور كيث مور أيضا أن الجنين في مرحلة العلقة يكون معلقا هكذا في رحم أمه، وكذلك فإن العلقة في لغة العرب تعني الدم المتجمد. وكذلك أيضا ذكر البروفيسور كيث مور أن الجنين في مرحلة العلقة تكون الدماء فيه محبوسة في العروق قبل أن تتم هذه الدورة بين الجنين وبين المشيمة، فتكون العروق الدموية محبوسة، الدماء محبوسة في العروق الدموية، فيظهر شكل الجنين كشكل الدم المتجمد، وهكذا تكتمل باسم العلقة جميع أوصاف الجنين. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ثم تحدث كذلك البروفيسور كيث مور عن المضغة وجاء بقطعة من الطين الصلصال ومضغها بفمه كما نرى في صورة بي، وجاء بصورة أخرى وهي صورة شكل للجنين وهي صورة A كما نراها، وقارن بين الاثنين وقال إن الجنين يشبه المضغة. ولقد نشرت بعض الصحف الكندية كثيرا من تصريحات البروفيسور كيث مور، وأخيرا قدم كيث مور 3 حلقات في التلفزيون الكندي عن المطابقة بين ما ذكره القرآن قبل 1400 عام وما كشف عنه العلم في هذا الزمان. وعلى إثر ذلك وجه له سؤالان، قيل له: يا أستاذ مور، معنى ذلك أنك تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ قال: لم أجد صعوبة في قبول هذا. فقيل له: كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح؟ فأجاب: أعتقد أنهما من مدرسة واحدة. وهكذا يمكن لعلماء العالم في عصرنا أن يعلموا أن هذا الكتاب قد نزل بعلم الله، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فيعلمون إذن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذا الكتاب مرجع علمي عالمي مترجم ب8 لغات، مؤلفه هو البروفيسور كيث المور. عندما كونت لجنة في أمريكا لاختيار أحسن كتاب في العالم ألفه مؤلف واحد، كان هذا الكتاب هو الفائز عند تلك اللجنة.
صاحب هذا الكتاب التقينا به وعرضنا عليه كثيرا من الآيات والأحاديث التي تتعلق بمجال تخصصه في علم الأجنة، فاقتنع بما عرضنا عليه. وقلنا له: إنك ذكرت في كتابك القرون الوسطى، وقلت إن هذه القرون لم يكن فيها تقدم لعلم الأجنة، بل لم يعلم فيها إلا الشيء القليل. وفي هذه العصور عندكم كان القرآن ينزل عندنا، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وفيه الوصف الدقيق لخلق الإنسان ولأطوار خلق الإنسان. وأنت رجل عالمي، فلما لم تنصف وتضع في كتابك هذه الحقائق؟ فقال: الحجة عندكم وليست عندي، قدموا لنا هذا. ففعلنا، فكان كذلك هو عالما شجاعا، فوضع إضافة في الطبعة الثالثة، وهي الآن منتشرة في العالم بثمان لغات، يقرأها أكابر العلماء في العالم الذين ينطقون باللغة الإنجليزية والروسية والصينية واليابانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية واليوغوسلافية. أكبر العلماء في العالم الناطقون بهذه اللغات يقرؤون ما أضافه البروفيسور كيث مور في هذا الباب. يقول البروفيسور كيث مور في كتابه تحت عنوان العصور الوسطى: كان تقدم العلوم في القرون الوسطى بطيئة، ولم نعلم عن علم الأجنة إلا الشيء القليل. وفي القرآن الكريم الكتاب المقدس لدى المسلمين ورد أن الإنسان يخلق من مزيج من الإفرازات من الذكر والأنثى، وقد وردت عدة إشارات بأن الإنسان يخلق من نطفة من المني، وبين أيضا أن النطفة الناتجة تستقر في المرأة كبذرة بعد 6 أيام، والمعروف أن البيضة الملقحة بعد أن تكون قد بدأت في الانقسام تبدأ في النمو بعد 6 أيام من الإخصار. ويقول القرآن الكريم أيضا إن نطفة المني تتطور لتصبح قطعة من دم جامد علقة، وإن البيضة الملقحة بعد أن تكون قد بدأت في الانقسام أو أن البويضة الملقحة التي بدأت بالانقسام أو الحمل المجهض تلقائيا يمكن أن تشبه العلقة. وترد الإشارة أيضا إلى أن مظهر الجنين في تلك المرحلة يشبه العلقة كما هو موضح في الشكل 5-3 ألف، فإن الرسم لا يختلف عن شكل العلقة أو ماص الدماء. ويذكر أيضا أن الجنين في هذه المرحلة يشبه شيئا منضوغا كاللبان أو الخشب، ويظهر في الشكل 15، وكأن فيها آثار الأسنان التي مضغتها. ولقد اعتبر الجنين في الشكل الإنساني بعد مضي 40 أو 42 يوما، ولا يشبه بعدها جنين الحيوان في هذه المرحلة، لأن الجنين البشري يبدأ باكتساب مميزات الإنسان في هذه المرحلة كما هو مبين في الشكل 5-14. ويقول القرآن الكريم أيضا إن الجنين يتطور داخل 3 حجب مظلمة، وهذا قد يشير إلى: 1. جدار البطن الخارجي للمرأة، 2. جدار الرحم، 3. الغشاء الداخلي الذي يحيط بالجنين مباشرة، ولا يتسع المجال لمناقشة مواضع هامة أخرى مشوقة
وردت في القرآن الكريم وتتعلق بتطور الإنسان في مرحلة ما قبل ولادته. هذا الذي كتبه الدكتور مور وأصبح منتشرا في العالم اليوم ولله الحمد هو ما أملاه عليه البحث العلمي. لقد اقتنع الأستاذ مور أيضا بأن التقسيم الذي تقسم إليه أطوار الجنين في بطن أمه الآن في العالم كله تقسيم صعب غير مفهوم ولا ينفع في فهم مراحل تطور الجنين، وذلك لأنه يقسم المراحل تقسيما رقميا، أي المرحلة رقم واحد، المرحلة رقم اثنين، المرحلة رقم ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا. والتقسيم الذي جاء في القرآن لا يعتمد على الأرقام بل يعتمد على الأشكال المتميزة الجلية. فكانت التقسيمات في كتاب الله نطفة، علقة، مضغة، عظام، كساء العظام باللحم، النشأة خلقا آخر، وهناك تفاصيل في النطفة وتفاصيل في النشأة الأخرى. هذه التقسيمات القرآنية التي تعتمد على الشكل المحدد المتميز عن الشكل الآخر، قال البروفيسور كيث مور، هي تقسيمات علمية دقيقة وتقسيمات سهلة ومفهومة ونافعة. ووقف في أحد المؤتمرات يعلن هذا فقال: protected by three veils or layers, as shown in this next slide. A represents the anterior abdominal wall. B, the uterine wall. And C, the amniocorionic membrane. Because the staging of human embryos is complex, owing to the continuous process of change during development, it is proposed that a new system of classification could be developed using the terms mentioned in the Quran and Sunnah. The proposed system is simple, comprehensive, and conforms with present embryological knowledge. Intensive studies of the Quran and Hadith in the last 4 years have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the seventh century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. وقلنا للدكتور مور إن هذا الذي قلته صحيح، ولكنه أقل مما عرض عليك من حقائق الكتاب والسنة في مجال علم الأجنة. فلما لا تكون منصفا وتفسح المجال لبيان جميع الآيات والأحاديث التي وردت في القرآن متعلقة بمجال اختصاصك؟ قال: لقد كتبت القدر المناسب في المكان المناسب في كتاب علمي متخصص، ولكني أسمح لك أن تضيف إلى كتابي إضافات إسلامية تجمع فيها جميع الآيات والأحاديث التي تحدثنا عنها وناقشناها وتضعها في مواضعها المناسبة من كتاب هذا، وبعد ذلك تقدم وتبين أوجه الإعجاز في هذا الكتاب. ففعلت ذلك، ثم بعد ذلك وضع البروفيسور كيث مور مقدمة هذه الإضافات الإسلامية، فكان هذا الكتاب هو الذي اقترحه البروفيسور كيث المور مع الإضافات الإسلامية كما نرى، والإسلامية.
لقد جعلنا في كل صفحة من الصفحات التي فيها حقائق عن علم الأجنة ووضعنا في مقابلها الآيات والأحاديث النبوية التي تبين وجه الإعجاز. إننا اليوم على موعد مع الإسلام في فتح جديد للعقول البشرية المنصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Therefore, I think this is the time to say La La Illa. There is no God to worship except Allah. Muhammad Dun Rasul Lula. Muhammad is messenger of Allah. إنه يعلن الشهادتين. كان هذا في المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض. إنه البروفيسور تاجاتات تاجاسوم رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة تشانغ ماي بتايلاند، وهو الآن عميد كلية الطب بها. بدأت صلتنا بالبروفيسور تاجاتات تاجاسوم عندما عرضنا عليه بعض الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بمجال تخصصه في مجال علم التشريح، وعندما أجاب عليها قال لنا ونحن كذلك يوجد لدينا في كتبنا المقدسة البوذية أوصافا، توجد لدينا أوصاف دقيقة لأطوار الجنين. فقلنا له نحن بشوق لكي نعرف هذه الأوصاف ونريد أن نطلع على ما كتب في هذه الكتب. فوعدنا بعد عام، وعندما جاء ممتحنا خارجيا لطلاب الطب في جامعة الملك عبد العزيز بعد عام سألنا فاعتذر لنا وقال كنت قد أجبتكم دون أن أتثبت لهذا الأمر. ولما بحثت عنه وجدت أنه لا توجد النصوص التي ذكرتها لكم. عندئذ قدمنا له محاضرة مكتوبة للدكتور كيث المور، وكان عنوان المحاضرة مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة. وسألناه عن الأستاذ كيث مور، هل تعرفه؟ قال إنه رجل من كبار علماء العالم المشهورين في هذا المجال. وبعد أن اطلع على هذه المحاضرة اندهش أيضا، وسألناه عددا من الأسئلة في مجال تخصصه، كان منها ما يتعلق بالجلد. فأجابنا قائلا Yes, if the burn is deep and it destroys the receptor, we will know the perception for sensation. You will be interested to know that in this book, the holy book, the Quran, there was a reference 1400 years ago which refers to the moment of punishment of the unbelievers by the fire of hell, and it states that when the skin is destroyed, Allah makes another skin for them so that they perceive the punishment by fire, indicating knowledge about the deep about the nerve endings in the skin. And the verse is إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيم. The translation of the meaning of this verse: those who reject our science, we shall soon cast into the fire,
as often as their skins are roasted through, we shall change them for fresh skins that they may taste the penalty. For God is exalted in power and wise. Do you agree that this is a reference to the importance of the nerve endings in the skin in sensation 1400 years ago? ครับผมเห็นด้วยว่าฉลาดมากที่ที่รู้ว่าคนถูกทำโทษแล้วแล้วเอาไฟเผาแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนนั้นจะหายไปจึงได้เสกให้มีผิวหนังเกิดขึ้นใหม่ทำให้คนนั้นรู้สึกว่าไอ้ที่เราทำผิดเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหน Yes I agree this knowledge about the sensation had known long before because it said that if something do something wrong and then is what punished by burning his skin and then the Allah put the fresh skin cover him to make him know the taste or the painful again. That means that they know 100 years ago that the receptor of pain sensation must be in the skin. So they must put the new skin on it. إن الجلد هو مركز الإحساس بالحريق. إذا حرق الجلد بالنار فإذا نضج فقد الإحساس. لذلك يعاقب الله الكفار يوم القيامة بإعادة الجلود مرة بعد مرة كما قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وهكذا ذكرنا له عددا من الآيات والأحاديث وسألناه بعد ذلك هل يمكن أن تكون هذه المعلومات قد جاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم من مصدر بشري فأجاب لا يمكن أن يكون ذلك قلنا فمن أين جاءت قال لا يمكن أن تكون مصدرا بشريا أن يكون المصدر بشريا ولكني أنا أسألكم أنتم من أين تلقى محمد هذه العلوم قلنا له من عند الله سبحانه وتعالى فقال لنا ومن هو الله قلنا له إنه الخالق لهذا الوجود إذا رأيت الحكمة فالحكمة تدل على الحكيم وإذا رأيت العلم في هذا الوجود دلك على أنه من صنع العليم وإذا رأيت الخبرة في تكوين هذه المخلوقات دلتك على أنها من صنع الخبير وإذا رأيت الرحمة شهدت لك بأنها من صنع الرحيم وهكذا وإذا رأيت النظام الواحد في هذا الوجود والترابط المحكم دلك ذلك على أنه من صنع الخالق الواحد سبحانه وتعالى فأقر بما قلنا ثم عاد إلى بلاده وألقى عددا من المحاضرات عن هذه الظاهرة التي رآها واطلع عليها وبلغني أنه أسلم بعد محاضرته 5 من طلابه ثم جاء موعد المؤتمر الطبي السعودي الثامن واستمع في الصالة الكبرى التي خصصت للإعجاز العلمي في القرآن والسنة طوال 4 أيام لعدد من الأساتذة من المسلمين وغير المسلمين يتحدثون عن هذه الظاهرة ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وفي ختام هذه الجلسات وقف البروفيسور تاجاتات تاجاسون يقول هذه الكلمة During the last 3 years I became interested in the Quran which Sheikh Abdul Majid El Sindari gave me Last year I thought Professor Chief Moore's letter script from Chief. He asked me to translate it into the Thai language and to give a few lectures to the Muslims in Thailand. I have fulfilled his request and you could see this in the video tape that I have given to Chief as a gift. From my study and what I have learned
from this context. I believe that everything that has been recorded in the Quran, 400 years ago, must be true. That can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable creator. This creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad Dun Rasul Lula. Muhammad is messenger of Allah. Lastly, I must congratulate for the excellent and highly successful arrangement for this conference. The writings, the preparation for the meeting of this size must be very complicated and hard work. I have gained much not only from the scientific point of view and religious point of view, but also the great chance of meeting many well-known scientists and making many new friends among the participants. The most precious things of all that I have gained by coming to this place is La ilaha illallah. Muhammad Dun Rasul Lula. And to have become Muslim. Thank you. وصدق الله القائل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. And that many of the statements made in there at that time could not be proven, but that modern scientific methods are now in a position to prove what Muhammad said 1400 years ago. هذا هو البروفيسور ألفريد كرومر من أشهر علماء العالم في الجيولوجيا. اشتهر بين العلماء بنقده لنظريات أكابر علماء العالم في علم الجيولوجيا. التقينا به وعرضنا عليه عددا من الآيات وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب علينا وناقشناه فيها فقال: Well, thinking of many of these questions and thinking where Muhammad came from, he was after all a Bedouin. I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe, because scientists have only found out within the last few years with very complicated and advanced technological methods that this is the case. ولقد اختار مثلا للتدليل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون قد جاء من عند محمد النبي الأمي. كان المثل الذي اختاره البروفيسور أرفيد كرون هو المتعلق بوصف القرآن للبداية الواحدة لهذا الكون، والمتعلق بقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كانتا رتقا ففتقناهما، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما رضي الله عنهما، كانتا ملتزقتين أو ملتصقتين ففصلتا. ضرب البروفيسور كرونر مثلا بهذه الآية لبيان أن هذا لا يمكن أن يكون من عند محمد، ولا يمكن أن يكون من المعلومات البشرية
في عصره. And somebody who did not know something about nuclear physics 1400 years ago could not, I think, be in a position to find out from his own mind, for instance, that the earth and the heavens had the same origin, or many other of the questions that we have discussed here. لقد كان البروفيسور كرونر لا يترك لنا فرصة يمكنه أن يفر منها إلا وفر. أذكر مثلا على ذلك ونحن نناقش معه كيف كانت بلاد العرب. لقد سألنا هل كانت بلاد العرب بساتين وأنهار؟ فأجاب نعم. فقلنا له متى كان هذا؟ قال في العصر الجليدي الذي مر بالأرض. إن الجليد يتراكم في القطب المتجمد الشمالي ثم يزحف نحو الجنوب، فإذا قرب من جزيرة العرب قربا نسبيا طبعا تغير الطقس وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم بساتين وأنهارا وأمطارا. قلنا له وهل ستعود بلاد العرب بساتين وأنهار؟ قال نعم هذه حقيقة علمية. فعاجبنا كيف يقول هذه حقيقة علمية وهي مسألة تتعلق بالمستقبل؟ فسألناه لماذا؟ قال لأن العصر الجليدي الجديد قد بدأ، فهذه الثلوج تزحف من القطب المتجمد الشمالي مرة ثانية نحو الجنوب وهي في طريقها لتقترب من المناطق القريبة من بلاد العرب. ثم قال إن من أدلتنا على ذلك ما تسمعون عنه من العواصف الثلجية التي تضرب في كل شتاء المدن الشمالية في أوروبا وأمريكا. هذه من أدلة العلماء على ذلك، ولهم أدلة كثيرة، إنها حقيقة علمية. فقلنا له إن هذا الذي تذكره أنت لم يصل إليه العلماء إلا بعد حشد طويل من الاكتشافات وبعد آلات دقيقة يسرت لهم مثل هذه الدراسات، لكن قد وجدنا ذلك مذكورا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي قبل 1400 عام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، أي بساتين وأنهارا. فقلنا له من قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهار؟ فأجاب على الفور قال الرومان، فتذكرت قدرته على التخلص من المآزق. فقلنا إذن نوجه له سؤالا آخر، فقلنا له ومن أخبره بأنها ستعود مروجا وأنهارا؟ لقد كان يفر إذا أحرج وإذا وجد فرصة، ولكنه إذا وجد الحقيقة يكون شجاعا ويعلن رأيه بصراحة. قال إن هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي من أعلى. وبعد مناقشتنا معه علق على هذه المناقشة بكلمته هذه. I think if you combine all these and you combine all these statements that are being made in the Quran in terms that relate to the earth and the formation of the earth and science in general, you can basically say that the statements made there in many ways are true. They can now be confirmed by scientific methods, and in a way you can say that the Quran is a simple science textbook for the simple man, and that many of the statements made in there at that time could not be proven, but that modern scientific methods are now in a position to prove what Muhammad said 1400 years ago. وصدق الله القائل في كتابه إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. و
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو البروفيسور مارشال جونسون، رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانيال بجامعة توماس جيفرسون بفلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. لقد التقينا به في المؤتمر الطبي السعودي السابق، وقد خصصت لنا لجنة تبحث في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. فالتقينا به أول ما التقينا في هذه اللجنة، بدأ بالسؤال فقال: ما هو موضوع لجنتنا هذه؟ فقلنا له: موضوعنا هو دراسة العلاقة بين ما ذكر في القرآن والسنة قبل 1400 عام وما كشفته العلوم الحديثة. فقال: مثل ماذا؟ قلنا: مثلا كشف العلم أن الإنسان يخلق في أطوار، وذكر القرآن الكريم هذه الأطوار قبل 1400 عام. كان جالسا فوقف يصيح: نو نو نو، لا لا لا، اجلس يا دكتور. قال: لا اجلس، ما هذا الكلام الذي تقوله؟ كنا ندرك اثر هذا عليه، وهو احد العلماء المشهورين في امريكا، يعلم ان البشرية بعد اكتشاف الميكروسكوب في القرن السادس عشر، كان الاطباء طوال القرن السابع عشر يعتقدون أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في الحيوان المنوي، أي في نطفة الرجل، في السلالة التي تخرج من الرجل كما نرى في هذه الصورة. هذه الصورة رسمها الأطباء في ذلك العصر ليدللوا على أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في هذا الحيوان المنوي. واستمر هذا الاعتقاد إلى القرن الثامن عشر، وبعد اكتشاف البويضة في القرن الثامن عشر غير العلماء جميعا آراءهم وقالوا: لا، الإنسان يخلق خلقا كاملا في بويضة المرأة لأنها أكبر، وأهمل دور الرجل بعد أن أهمل أهل القرن السابع عشر دور المرأة. وفي منتصف القرن التاسع عشر فقط بدأ الإنسان وبدأ العلماء يكتشفون أن الإنسان يخلق في أطوار. لذلك لما قيل للبروفيسور مارشال جونسون: هذا مذكور في القرآن قبل 1400 عام، وقف يصرخ: نو نو نو. فقمنا إليه وقدمنا له المصحف وقلنا له: تفضل اقرأ. وقرأنا له الآية، وقرأ ترجمتها، ترجمة معناها باللغة الإنجليزية. قرأنا عليه قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقرأنا عليه قول الله سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فجلس قال: لكن هذا يمكن أن يكون له ثلاثة تفسيرات. الأول أن يكون صدفة، فجمعنا له أكثر من 25 نصا ووضعناها بين يديه وقلنا: هذه النصوص تكون صدفة. ثم إن القرآن قد أعطى لهذه الأطوار أسماء، هذا الطور أسماه نطفة، وهذا والذي بعده علقة، والذي بعده مضغة، والذي بعده عظام، والذي بعده الكساء باللحم، كساء العظام باللحم، والذي بعده النشأة خلقا آخر. إنه سمى هذه الأطوار بأسماء، أيكون هذا صدفة؟ قال: لا.
قلنا فماذا بقي؟ قال يمكن أن يقال هذا أن محمد كان عنده ميكروسكوبات ضخمة. فقلنا أنت تعلم أن مثل هذه الأطوار والدقائق والتفاصيل وما عرفه العلم من تفاصيل هذه الأطوار وذكره القرآن كذلك، هذا لا يتيسر إلا بميكروسكوبات ضخمة جدا، والذي يكون عنده مثل هذه الميكروسكوبات الضخمة لابد أن يكون له تقنية عالية تنعكس على طعامه وشرابه وحربه وسلمه، ولابد أن يتلقى هذا من الجيل الذي قبله ويسلمه للجيل الذي بعده. فضحك بعد ذلك وقال لقد رأيت في معرض من المعارض أول ميكروسكوب اكتشف في العالم، إنه لا يكبر أكثر من 10 مرات ولا يستطيع أن يظهر الصورة واضحة. لا، لم يكن عند محمد أجهزة ولا ميكروسكوبات، فما بقي إلا أن نقول هو رسول من عند الله. ثم بعد ذلك تبنى هذه الأبحاث المتعلقة بالإعجاز العلمي، وركز في بعض أبحاثه على أطوار الجنين. فبينما كان البروفيسور مور وغيره من الدكاترة يتكلمون عن الشكل الظاهري، أخذ يقدم بحثه هو عن وصف القرآن الدقيق لشكل الجنين الخارجي ولتركيبات الجنين الداخلية. In such, the Quran describes not only the development of external form, but emphasizes also the internal stages, the stages inside the embryo of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science. Thank you for your attention. هذه الصورة التي نراها للمضغة مثلا، وقد استدل بها ضمن الأشياء التي قدمها واستدل بها، هذه الصورة للمضغة تعطينا الشكل الخارجي للجنين، إنه يكون مقوسا كما نرى، ويكون في نهاية هذا القوس آثار وكأنها طبع الأسنان ليوحي بشكل المضغة، ونرى انتفاخات ونرى أخاديد ونرى سطحا متعرجا يعطي انطباع المضغة. هذه المضغة طولها 1 سم. لو أننا وضعنا قطاعا فيها وجئنا نشرح الأجزاء الداخلية سنجد معظم الأجهزة قد تخلقت كما هو واضح في هذا الشكل، وسنرى في هذا الشكل، الشكل الذي أمامنا الآن، أن جزءا من الخلايا قد تخلق وجزءا آخر لم يتخلق بعد. فإذا أردنا أن نصف هذه المضغة، هذا ما يقوله البروفيسور مارشال جونسون، إذا أردنا أن نصف المضغة فماذا نقول؟ هل نقول هي مخلقة؟ إن هذا سيصدق على الجزء الذي تخلق. نقول غير مخلقة؟ سيصدق على الجزء الذي تخلق فقط. إذا قلنا مخلقة صدق على الجزء المخلق، إذا قلنا غير مخلقة صدق على الجزء الذي لم يتخلق. قال فلا بد لنا أن نصف المضغة في تركيبها الداخلي بالوصف الذي وصفت به في القرآن، فنقول كما قال القرآن ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم جاء بملخص لبحثه هذا فقال As a scientist I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Quran. As I gave the example before, if I were to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things which were described. I see no reason, I see no evidence for the fact to refute the concept that this individual, Muhammad, had to be developing this information from someplace. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in what he was able to write. هذا هو البروفيسور مارشال جونسون الذي بدأ رافضا لما قلناه من أول وهلة، وانتهى به الأمر متبنيا لهذه الأبحاث في عدد من المؤتمرات. عندما سئل عن رأيه في تفسير هذه الظاهرة
ظاهرة ما كشفه العلم من تصديق لما جاء في القرآن والسنة. أجاب بقوله: نعم إنه الوحي، نعم لا طريق أمام البشرية إلا أن تقر كما يقر هؤلاء العلماء بأن الله قد أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كتابا أنزله بعلمه، ووعد البشرية أثناء سيرها أن تكتشف طوال سيرها ما يدلها على أن هذا القرآن من عند الله، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. وكما قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Very much impressed by finding true astronomical facts in Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يتكلم بلغته الأصلية، اللغة اليابانية. إنه البروفيسور يوشيدي كوزاي، مدير مرصد طوكيو. عرضنا عليه عددا من الآيات المتعلقة بوصف بداية الخلق، وبوصف السماء، وبعلاقة الأرض بالسماء. فلما قرأ معاني هذه الآيات سألنا عن القرآن وعن زمن نزوله، فأخبرناه أنه نزل منذ 1400 عام. وسألناه نحن عن هذه الحقائق التي تعرضت لها هذه الآيات، فأجاب، وكان بعد كل إجابة يجيب: نعرض عليه النص القرآني. ولقد عبر عن دهشته، لقد قال إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، فكل شيء أمامه مكشوف. إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون، فليس هناك شيء قد خفي عليه. سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء يوم أن كانت في صورة دخان، فأجابنا: لقد تضافرت الأدلة وحشدت الأدلة وأصبحت الآن شيئا مرئيا مشاهدا. نرى الآن نجوما في السماء تتكون من هذا الدخان الذي هو أصل الكون، كما نرى في هذه الصورة. هذه صورة حصل عليها العلماء أخيرا بعد أن أطلقوا سفن الفضاء. إنها تصور نجما من النجوم وهو يتكون من دخان. انظروا إلى الأطراف الحمراء للدخان الذي في بداية الالتهاب والتجمع، وإلى الوسط الذي قد اشتدت فيه المادة وتكدست فأصبح مضيئا. وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخانا، وكان الكون كله دخان. وعرضنا عليه الآية وهي قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إن بعض العلماء يتكلمون عن هذا الدخان فيقولون إنه